استعدت مديرية التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2022-2023 داخل مدارس المراحل المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية على مستوى إدارات أسوان الخمسة، حيث شملت المرحلة الابتدائية 482 مدرسة وبها 5219 فصلاً، وبلغ عدد المدارس بالمرحلة الإعدادية 312 مدرسة بداخلها 2223 فصلاً، بينما وصل عدد المدارس بالمرحلة الثانوية 62 مدرسة وبها 6006 فصول على مستوى المحافظة. وسيشهد العام الدراسي الجديد دخول عدد من المدارس التي أنشأتها حياة كريمة في عدد من مدن ومراكز وقرى المحافظة. تكونت فرق لمتابعة استعدادات المدارس للتجهيزات لاستعدادها للعام الدراسي الجديد بتجوب جميع مدارس محافظة أسوان، وأنا إدارة من ضمن الإدارات. تجهيزاتنا بدأت بتغيير الأعلام، بنظافة الفصول، الدهانات، تغيير السباكة لو في حاجات عايزة سباكة، استلام المدارس الجديدة اللي هي كانت في من ضمن حياة كريمة اللي المبادرة اللي كان قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. طبعا ابتدينا استعدادنا بالنظافة العامة للمدرسة مع تقديم طبعا الطلبات واستلام الملفات سواء على المرحلة الابتدائية اعدادي ثانوي الكيجي. طبعا انتهينا الفترة اللي فاتت تقديم استمارات الثانوية العامة، وبنتمنى لهم التوفيق في حياتهم الجديدة. بدأنا صرف الكتب الدراسية للمدارس بالتوالي وراء بعض، كل المدارس استعدت استعداد تام إن شاء الله وبالمرور الدوري عليها كل يوم. الحمد لله رب العالمين، أكبر العدد مرينا عليها لغاية دلوقتي والدنيا مظبوطة وكله تمام بإذن الله. تم الانتهاء من إحلال وتجديد عدد كبير من المدارس والقيام بعمليات التطوير الكلي والجزئي، وتم تجهيز غرف الحاسب الآلي بالمدرسة وتزويدها بعدد كبير من الحاسبات الآلية وصيانة عدد آخر منها حتى تكون جاهزة لاستخدام الطلاب لها. وشهدت المدارس اجتماعات لهيئات التدريس للعمل على النهوض بالناحية التعليمية لتنفيذ التعليمات التي تأتي في صالح الطلاب على وجه الخصوص والعملية التعليمية ككل. المدرسة تضاهي في نظافتها، في المعلمات، في طرق التدريس، تضاهي مدارس اللغات. ده اللي أنا سمعته من الإدارة لما جيت أنقل بناتي هنا، إن المدرسة بتضاهي فعلا مدارس اللغات كمستوى نظافة ما شاء الله، يعني جميلة جدا جدا. بتهتم بنظافة الحمامات خاصة في فترة الكورونا والأرضيات والفصول. أنا بصراحة اخترت المجمع، تميزه في النظافة زي مدارس إدارة أسوان كاملة أو المديرية كاملة عندنا في أسوان، كنظافة، كأمن، موفرين أمن في المدرسة، حماية لأبنائنا، مستوى تعليمي ممتاز، مهتمين بجميع الأنشطة عندنا هنا في المدرسة. هذه غرفة النشاط ابتدائي إعدادي ثانوي وشغل الحضانة كمان، معرض دايم يعتبر للمدرسة، كل الأنشطة تعتبر بتصب هنا، شغل التصميم قبل بدأ أي تصميم، استعدينا للطلبة بالخامات وتوفير المكان النظيف وبعدد الكراسي والترابيزات، استعداد بدفاتر التحضير والشغل بتاعهم يعني والسجلات. تم القضاء على العديد من المشاكل المتعلقة بصيانة دورات المياه والكهرباء، وهناك متابعات دورية من خلال المرور المستمر على المدارس، وهناك تكثيف لأعمال نظافة العامة والتطوير والتجميل والدهانات والتشجير مع زيادة المسطحات الخضراء داخل المدارس،